في الموازنة الجديدة هتزودوا تكافل وكرامة؟ يعني هل وارد؟ يعني في خطة لهذا الأمر؟ اولا احنا يعني وزاره التضامن يعني بتزف بشرى ان احنا هنزود قبل السنه الجديده كمان في الربع الاخير من السنه هنزود من 80 ل 100 الف اسره تكافل وكرامه نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها، ولان في اسر لا، بالفعل هنضيف من 80 ل 100 الف اسره جداد؟ اه نعم. مظبوط يا استاذ عشان احمد، نوصل في لكام؟ الربع الاخير عشان نوصل ل 3.5 مليون اسره بما يوازي حوالي 14 او 15 مليون مواطن، وده تماشيا مع الظروف اللي احنا فيها بنستهدف فيها الفئات الاكثر ضعفا زي الاسر اللي فيها ارامل ومطلقات كويس. ومهجورات، زي المسنين، زي ذوي الاعاقه، زي الاسر اللي فيها تكون سيدات ما لهمش عائل. الامر ما يمنعش ان يكون في بعض الاسر التي لها عائل، بس بنختار الاكثرهم هشاشه. اما بالنسبه للسنه الجديده ان شاء الله فانا كنت عامله حسابي ان احنا هنزود ال 100 الف دول من يوليو اللي جاي، قدمتهم يعني خلينا نزودهم من دلوقتي، لكن في موازنه زياده ما يقرب من حوالي 800 مليون، ووزاره الماليه وعدتنا، احنا كنا طالبين مليار بوينت 2 ادتنا 800 وقالت لنا لو حصل عجز هتغطينا في ال 400 مليون المتبقيين. هيكون الموازنة هترتفع من 18.5 مليار ل 19.3 مليار في السنة الجديدة. ده بيعني هل بنزود الحصة أو النسبة أو الفلوس اللي أو الدعم اللي بياخده؟ لا، بنوسع التغطية. التغطية. يعني بدل ما كنا هنزود 100 ألف أسرة هنزودها دلوقتي. والسنة الجديدة برضو إن شاء الله ربنا يعيننا ونزود أكتر ونشغل كمان أكتر، بس تكون الظروف الاقتصادية اتحسنت، لان احنا كنا عندنا حزمه من فرص العمل وفرص مشروعات متناهيه الصغر، بس ربنا يفكها على مصر كلها ونشرع في الاتجاهين مع بعض، جزء زياده الدعم النقدي وجزء زياده فرص العمل والتشغيل. المبادره اللي اطلقها سياده الرئيس الاسبوع اللي فات اللي هي ال 100 مليار جنيه هو دعم كمان المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، اتعاملتوا معاهم ازاي خاصه الناس اللي عليها قروض او محتاجه تسهيلات؟ يمكن المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس فيها جزء نقدي وجزء دعم للأسر وجزء طبعا تسهيلات وإعفاءات حزمة منها، عشان مش بس الأسر الفقيرة، حزمة إعفاءات حتى للمصنعين، ويعني لأن عايزين نحرك عجلة الاقتصاد حتى لو كانت هي متعثرة، فإحنا نحركها بحزم تنشيطية أو تحفيزية.